السلام عليكم، الله يسعد صباحكم وكل اوقاتكم بكل خير يا احلى متابعين. اليوم ان شاء الله اخيرا نشوف مع بعض كيف نعمل اكثر طبق انطلب مني، واللي هو الدجاج بالزيتون والليمون. فهذا هو عملته لكم ولكن على طريقتي. صح ان الوصفة تقليدية مغربية مرة معروفة من زمان، بس انا احب اغير الوصفات لحتى تناسب ذوقي، فبعمله بهذه الطريقة وبيطلع معي دجاج محمر بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه. طريقته جدا سهلة وبسيطة، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وفرجة ممتعة. اخر الفيديو عندي لكم شوية ملاحظات لا تنسوا تسمعوها. لعمل وصفتي لليوم راح نحتاج الى، عندي هنا دجاجة وزنها كيلو اللي نظفتها وشلت منها الجلد، اذا تحبوا ممكن تخلوه. حبة واحدة من الطماطم وسط، حبة وسط من البصل قطعتها زي كده صغير. يا حبة وسط من البصل جوانح. يس ماما. اوكي. شوي من الزيتون الاحمر الكرماطة، حبتين من الليمون المخلل اللي عندي هنا مصري. هنا عندي فصين كبار من الثوم اللي بشرتهم خشن، اعواد الكزبره والبقدونس، ورق الكزبره والبقدونس، بس نحط الكزبره اكثر. اذا ما تحبوها ممكن تقللوا او ما تحطوها. ثلاث ملاعق من زيت الزيتون. بالنسبه للبهارات عندي فلفل ابيض، كركم اللي هو الخرقوم، زعفران وزنجبيل بودره. اول شيء راح نعمله اللي هو تتبيل الدجاج. فمثل ما انتم شايفين هنا اخذت الكركم مع الزنجبيل والفلفل الابيض، زعفران وشويه ملح. طبعا الكميات ما هي محدده، حطوا الكميه اللي انتم حابين. يجا ثانك يو. انا احب اعملهم زي كده، احب احط البهارات البودره على الدجاج. ف يجا اوكي. طبعا هذه الخلطه البهارات حلوه، يمكن تعملوها على الدجاج وتحطوه بالثلاجه لفتره على ما يجي وقت طبخه، ولكن انا راح اطبخه الان. راح نبتدي بطبخ الدجاج. فمثل ما انتم شايفين هنا انا حطيت طنجره على النار وسخنت عندي، راح احط عليها زيت الزيتون، ثم بحط قطع الدجاج مجرد زي كده. هذا راح نخليه يتقلى لحتى تتحمر الناحيه الثانيه، ثم نقلبه. بعد ما تحمر معي الدجاج من جميع الجوانب، الان راح اضيف عليه الخضر واللي هي البصل مقطع صغير، الطماطم مكعبات، والبصل شرايح. احب اقطع البصل بشكلين لحتى واحد يذوب وواحد يفضل باين بالمرق. الثوم اللي قطعته صغير، واعواد الكزبره والبقدونس. الاوراق بنخليهم نضيفهم بالاخر، ثم اخر شيء بنحركهم تحركه كده حلوه. اخليهم على النار بس نغطيهم بين فتره والثانيه، نجلس نحركهم يعني كده نخليهم دقيقه دقيقتين ثم نحركهم لحتى نشوف انه هذه الخضار دبلت عندنا تماما. بعد ما دبلت عندي الخضار اللي حطيتها، الان راح احط الزيتون. انا هنا مستخدمة الزيتون الكلمات الاحمر، ممكن تستخدموا اي نوع زيتون انتو حابين. حتى الليمون حطيت اثنين صغار، اذا حبيتوا ممكن تقطعوه زي كده. بنقلبه تقليبة بسيطة ثم بنضيف عليه الماء لحتى يعطينا المرق. طبعا الماء الكمية ما محددة، على حسب كمية المرق اللي انتو تحتاجوها. فانا حط تقريبا 3/4 الكوب اللي هي ما يقارب 200 ملي، احسها كافية لانه احب مرق الدجاج يكون ثقيل ومسبك مثل ما يقولون هنا. لهذا ما اكثر كثير ماء. طبعا الماء يفضل يكون سخن لان الدجاج عندنا سخن. نغطي الدجاج حتى ينطبخ معي تماما. هو عموما ما بياخذ وقت كثير لانه جلسنا نقليه فتره. هذا جاهز عندي، محتاجه اني اذوق الملح من البدايه ما اكثر، لانه مغسلين الدجاج بالملح وحاطين فيه زيتون وليمون وهذول ملحين. الحمد لله طلعت ملوحته تمام ومحتاج. اخر شيء هنا اضيف شوي من الكزبره او البقدونس اللي هو الورق اللي خليناه من البدايه، تحريكه خفيفه على النار ونطفي عليه، وبكذا بيكون صار عندي جاهز. بعد ما جهز معي الدجاج قدمته، اخذت الليمون وقطعته زي كده. انا في البدايه اخليه صحيح لانه اذا قطعته من اول راح يدوب معكم اثناء الطبخ وما بيفضل شكله باين. مثل ما سبق وذكرت هذه طريقتي. بالنسبه للطريقه العاديه، نحط الدجاج نحط معاه الخضار والتوابل وكل شيء، ونجلس نقليها على النار حتى تدبل الخضار، ثم بعدين بنكمل باقي المراحل. بس انا احب اقلي الدجاج في البدايه وحده مع التوابل لحتى يعطيني هذا اللون المحمر الحلو اللي على الدجاج.
طبعا فيكم تعملوه بأي طريقة انتو حابين، حتى انه ممكن بعد ما تقلوه على النار تاخدوه وتحطوه بالفرن ويكمل شوي بالفرن. بالنسبة للتقديم انا ما احب مرق كتير بالاكل، لهذا قللت المرق. اذا كنتوا راح تقدموه مع رز او مع خبز، يعني نغمس زي ما بنعمل في المغرب، يفضل انكم تكتروا المرق زيادة. طبعا يا حلوين هذا الطبق نفسه ممكن بعد ما تعملون معاه المرق تضيفون عليه اي خضار انتو حابين، ممكن قطع بطاطس، جزر، بازيلا، اللي تحبوا. خلاص يا حلوين هذا كل شيء عن الدجاج بالزيتون، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.